يقول: ما معنى قول السلف لا نأخذ إلا عمن نعرف؟ يعني من ناحية الرواية، رواية الحديث المجهول في الرواية لا تؤخذ روايته، لأنه لا تعرف عدالته، ويشترط في الراوي للحديث أن يكون عدلا متقنا لئلا يتسرب الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمجهول لا يروى عنه الحديث حتى يعرف عينه وعدالته وعلمه. نعم، هذا معناه. نعم.